Formulaire HG du service, c'est la préparation psychique post-prénatale de la femme. Au moment de la visite, la femme كان حاول نتقربوا منها, كان حاول نعرفوها على l'équipe, كان حاول نعرفوها على le staff médical, كان جابوا لها على les questions ديالها, et comme ça كان قدموا لها مجموعة من نصائح من ضمنها التشجيع على الرضاعة والولادة الطبيعية, كذلك la méthode ديال la peau à peau مع le papa, et حتى كان حاولوا نشرحوا أهمية دور le papa في الفترة ديال الحمل ومن بعد الولادة, وكان حضروه المضاعفات اللي كتكون عند la femme. كيف ما كتعرفوا الأم من بعد الولادة طبيعي أن يكون عندها بعض التغيرات أو مضاعفات نفسية اللي كتفاجئ حتى هي بها, باش البابا كيعرف كيفاش أنه يتعامل مع لافام دورون هاد لابيريود هادي. سي جامي كانت اون نوفيل مامون بيان اون بخومي باغ كوم سا كنحاولو ما أمكن نشرحو ليها لي ديفيرون بوزيسيون بوغ لاليتمون ماترنيل بوغ لو بابا أوسي, حيت لو كوبل كيكون محتاج لينا أننا نشرحو ليه كيفاش غيتعامل مع داك لو بخومي بيبي ديالهم, كيفاش غادي يتردع داك البيبي, لي بخومي زيتاب في الرضاعة, لي بخومي زيتاب فاش انها غادي تهز بيبي ديالها, كيفاش غتقبض البيبي ديالها, واهميه الرضاعه الطبيعيه, بيان سور المضاعفات ديالها سي جامي البيبي ما تلقاش الرضاعه الطبيعيه, اي حتى لاكومبانيمون ديال البابا والدور ديالو في هذه الفتره, وكيفاش يتعامل مع المضاعفات ديال الام في هذه الفتره هذه.